الان آه حنا تنتكلموا باسم التنسيقيه حول الملف المطلبي اللي محطوط اللي فيه الساعات الاضافيه اللي هاني اني الان الساعات الاضافيه والترقيه ديال 2017 2018 و 2019 اللي الميزانيه ديالهم لحد لحد الساعه لم تبرمج داخل المجلس لان الترقيه ديال 2018 و 2019 لم الاخوان ديالنا الاخوان ديال العمال جماعه الدربيه تنتظروها وكان لقاء صدفه مع اللقاء ديال رئيس الجماعه اللي حالنا على الكاتب العام المدير العام مع صالح ومع الاداره اللي دارت معنا واحد اللقاء حول اللي كان الان هو ديال عيد الاضحى هو بان التعويضات الساعات دي الاضافيه ديال عيد الاضحى اللي بقات الان دائما كل سنه كنا تناخذوها قبل العيد مع الظروف الحاليه اللي كاينه الان والازمه اللي كاينه الان بالنسبه للموظفين لان نع... عيد الاضحى مقبل تياخذوا الساعه الاضافيه تعاونوا بها العمال والموظفين جماعه الدار البيضاء الان تيقول لك بان كاين واحد السيركيلار لانه تيقول لك بان الساعه الاضافيه حول تعويضات القاره ما يمكنش المولي تتخلصهم الاجور حنا تنتمناو لان السيد المدير العام مصالح والناس ديال الموارد البشريه مسؤول عن الموارد البشريه قالوا داروا واحد غادي واحد الرساله مشات لوزاره الداخليه باش يعجلوا بهذه التعويضات باش السيد رئيس الوزير الداخليه باش يحل الاشكاليه ديال التعويضات اللي هما كاينين الان حنا لحد الساعه تنتظروا علاش توقفت هذه الساعات الاضافيه ونتمنوا في اقرب وقت باش يخرج حي الوجود هاد التعويضات في اقرب وقت قبل عيد الاضحى باش الاخوان ديالنا يستافدوا منها جميعا نتمنى بالسيد الرئيس يدير تدخل عاجل وزارة الداخليه ووزاره الماليه باش يحلوا هذه الاشكاليه الضربيده اللي الضربيده فيها واحد العدد ديال الموظفين اكثر وماشي بحال المدن الاخرى لان كما وقع حنا او ثاني تفاجئنا بواحد المذكره ديال 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 الرئيس اللي صدرات حول تعويضات الاعمال الشاقه والمواتبه بالنسبه للاخوان ديال راه الاشاره باش يعاودوا يديروا احصاء ديالهم باش يصيفطوا واحد اللي هما ناس ديال التنميه المحليه موظفي تاع التنميه المحليه تنعرفوا بان هاد ال هاد, الاحصاء دار السنه الفريطه علاش يتكرر من مره أخرى بالنسبه الإشارة بالنسبه للاخوان ديال ديال الموظفين التابعين للتنميه المحليه تتمنى السيد الرئيس بان هذه الامور اللي تتعاود تتكرر شيء تجعل الموظفين لان حتى واحد ما تغير اللي تغير راه الرئيس المسؤول عن اللي تابع النيابه ديال التعليم او نيابه الصحه اللي ترى الاشاره ديالو غادي يصيفط لهم بانه تسين ما عليه تابع ليه ويتحيد ليه التعويض اما لحد حد الساعه ما يمكنش كلشي الموظفين يديروا هذه الشهاده باش تسلم لهم باش يمكن لهم يديروها باش يبقى دائما كل سنه نبقاو نعاودوا في الشواهد كل سنه تنتمناو يكون احصاء اللي غيتم ميبقاش فيه عاود تكرار ديال هاد الامور هادي ويمكن الإخوان يبقاو يستمروا في التعويض ديالهم وياخذوه الى طول السنه ان شاء الله